وقع الأردن والصين عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مشاريع اقتصادية واستثمارية وتعاون اقتصادي بين البلدين في عدة قطاعات بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا على هامش المؤتمر الصيني الأردني الاستثماري الذي يعقد في الصين. ومن أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها عقد تمويلي لمشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي الذي أصبح تعاونا ثلاثيا يجمع 3 شركات صينية وماليزية وإستونية، ومذكرة تفاهم بين شركة صينية ووزارة النقل لمشروع سكة حديد بتمويل يقدر ب2,800,000,000 دولار، واتفاقية لإنشاء جامعة صينية أردنية تقنية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة صناعية بمساحة 1,000 دنم بمدينة العقبة جنوب الأردن. كما تم توقيع اتفاقية تبادل رسائل بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم مساعدات للاجئين السوريين في الأردن، واتفاقية توأمة بين محافظة الكرك ومقاطعة نينغيشيا، وأخرى بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركة هواوي الصينية. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الصيني في عدة مجالات أبرزها قطاع الاتصالات. غطت عدد من المجالات الهامة والحيوية مثل قطاع الطاقة، التعاون أيضا في مجال المساعدات الفنية وقطاع النقل، في مجال السكك الحديدية، وكذلك في مجال الاتصالات. نتطلع من خلال هذه الاتفاقيات إن شاء الله إلى المزيد من التعاون وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين الأردن والصين. هذا بالنسبة لنا نقطة انطلاقة قوية جدا فيما يتعلق بتحقيق رؤى جلالة الملك واتفاقه مع رئيس جمهورية الصين في عقد شراكة استراتيجية ما بين المملكة وجمهورية الصين. هناك اهتمام كبير ومتوقع حجم استثمار لا يقل عن 7 مليار دولار سيأتي من خلال هذه التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللي من شأنها أن تحقق على أرض الواقع استثمار صيني في المملكة الأردنية.